اوكي وير ريدي. السلام عليكم جميعا، كيفكم اليوم؟ ان شاء الله كلكم بألف خير. بتعرفوا انتم هيك خلال السنين الماضيه صار اغلبنا بحب كثير التصوير، يعني هيك بنمسك هالتليفون بنروح بنجي كيف ما رحنا بدنا نصور، شو ما لقينا قدامنا كمان بدنا نصوره، بس بعدين بنتفاجئ انه يمكن اغلب هيدي الصور ما بتطلع حلوه، الاضاءه منا حلوه، الالوان منا حلوه، فبنبلش ننزل ابلكيشنز، بنبلش هيك نجرب نعدل عليهم، اوقات يمكن بتزبط الخبري واوقات لا، لانه نحن اغلبنا عم يعدل بشكل عشوائي وما انه فهمان كيف عم بيعدل هيدا الشيء. كرمال هيك اليوم ب One Skill 60 minutes رح نتعلم أضبط طريقة كيف فينا نعدل بشكل هيك سلس صورنا، كيف نفهم الألوان، شو لازم نعمل شو ما لازم نعمل، على تطبيق سهل المفروض استعماله يلي هو اللايتروم. اليوم معنا صبية دارسة جرافيك ديزاين بالجامعة اللبنانية، هي فريلانسر فوتوغرافر وجرافيك ديزاينر، بتحب كتير التصوير، يلي متابعها بيعرف هيدا الشيء، وأكتر الشيء بتحبه يعني هيك بشكل خاص هو تصوير الطعام. بشغلها بحياتها بتحب تستعمل كتير الألوان، وبتحس إنه هيدي الألوان بتأثر دايماً إيجاباً على العمل يلي بتكون عم تشتغله. اليوم معنا بكل شرف الفنانة المصورة صديقة ليزر هزار الزهر. أهلا وسهلا فيك هزار، وهيدي قلوب منا لإلك كمان، نورتينا اليوم، وهيك أنا عارفة الكل متحمسين وهذا موضوع كتير مهم لقلنا كلياتنا، فأنا ما رح أحكي أكثر من هيك، هزار الكلمة لقلك. شكرا صباح على الكلمة الجميلة. عم صوتي واضح؟ تمام واضح. تمام طيب، شكرا صباح على الكلمة اللطيفة هيدي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. شكرا لكل حدا موجود هون، قلوب. طيب شو حناخده اليوم، او انا شو جاي اعمل؟ انا مني خبيرة تعديل او توب بالتعديل، انا بعدني قيد التطوير بهيدي الشغلة، فقد يعني اصيب وقد اخطئ عادي، ففيكم تصلحوا لي. وحتى الاشياء اللي رح اقولها يعني هي مش نظام لازم تعملوا هيك ما لازم تعملوا هيك، هي بس انا عم شارككم الشيء اللي انا اكتسبته او اللي بعدني عم اكتسبه فقط لا غير. ففينا نبدا. طيب شو حناخد قبل ما بلش؟ التطبيق كتير واسع، لازم كلكم تكونوا منزلينه، اللي هو ادوبي لايت روم. تمام، ادوبي لايت روم موجود على اندرويد وعلى ايفون، جدا جدا شهير وجدا جميل وجدا بسيط، على بساطته بس بقلبه كتير تفاصيل، فحياخد كتير وقت منها. انا ححاول يعني هو بيستاهل صراحة دورة اذا انا بدي فوت بتفاصيله، فرح حاول قد ما فيني اني اختصر واقول الزبدة فيه. نحن مش رح نطلع من هون بروفيسوريات تعديل، فاللي رح نحاول نعمله اليوم هو انه نقرأ الالوان بطريقة مظبوطة، بالتالي عملية التعديل بتصير اهين. تمام، يلا نبدأ. سوداء عليكم هزار، بدك يكون الكل عنده لايت روم انت وعم تحكي؟ اذا بحبوا فيني طبقوا انا عم احكي فيهم، بس هو ما حيصير في شيرينج لضيق الوقت، فرح حاول اذا هني بحبوا هن عم يشتغلوا فبيطلع معهم سؤال فانا بجاوبهم يعني هيك. طيب شباب والصبايا الكل عنده لايت روم، بس اعملوا لنا ارفعوا ايدكم اذا الكل عنده. شكله ما حدا عنده. اوكي افتخار عنده مريم، اللي ما عندهم بهالوقت الله يخليكم فوتوا على الاب ستور او الجوجل ستور نزلوا، بياخد معكم دقيقة، هيك بيكون أهيان إنه على القليلة تعرفوا شو السيتنجز اللي عم تحكي عنهم هزار. وهزار دفنتلي بدنا بعدين هيك نطلب منك الدورة الطويلة تفوتي لنا بالتفاصيل إن شاء الله. إن شاء الله. طيب
تخيل انه الكل ممكن يكون عم بينزل هلا. اوكي سو في اشخاص عم يكتبوا انه هلا عم بينزلوا الابلكيشن. تمام طيب انا ما يلا بلشي وهن بيكونوا بتكون صارت موجوده عندهم. إيه السكرين مبيني عينكم كله تمام قلبي منيحة مبيني يلا بسم الله نبدأ. أوكي يلي حنحكي فيه اليوم سوري أوكي أول شيء حددت المواضيع اللي هنحكي عنها اللي هن أشهر ثلاث مواضيع أو الأكثر ثلاث مواضيع متداولة بين العالم أو بالسوشيال ميديا على الأخص اللي هو الطعام البورتري والطبيعة. في كتير إسا تمات يعني ممكن يكونوا بالحياة مش بعرفني حشرات رياضة حيوانات بس هدول الأهم فححاول أحكي عنهم اليوم. طيب اللايت روم أول شيء خليني هيدا. أوكي اللايت روم هيدا هو تمام فينا نفوت عليه. هيدي الواجهة تبعيته. طيب أبدأ ولا أنه بنطر تينزل ولا شو؟ لا لا كملي هزار بس مشي شوي شوي بس مش كان الناس تلحق تطبق معكي. أوكي تمام. طيب عندنا هون الخيارات حعرف عليهم على السريع. شوف أنا في مشكلة بهيدي الدورة أو لأنه هي على السوشيال ميديا فالتارجت تبعها كتير كبير فأنا ماني عارفة تحديدا هل يعني أنا بلش كتير ببساطة ولا لا بعلي شوية دوز فححاول يعني يكون هيك متوسطة ما كتير أني أشرح الأشياء اللي كتير بسيطة ويلي بلاقي أنه هيك في شيء جداً ما فهمه في خبرني لو سمحتوا. طيب في عنا هون شكراً عمو خلاص نضب. طيب عنا هون الصور فينا ننقي صورة ونضيفها على البرنامج وحتى فينا نفتح الكاميرا ونصور دغري من الكاميرا على وننزله على اللايت روم. طيب هلأ بالكاميرا أنا دائماً أنصح يعني أنه إذا ما عندكم كاميرا وبتصوروا باللانس تبع تليفونكم تصوروا بتليفونكم عادي فأنصح أنه تفوتوا على لايت روم تصوروا الصورة ودغري تفوتوا على البروغرام لأنه هيك أوكي لأنه هيك نضمن جودة أفضل للصورة. طيب في عنا هون الأوتو عنا أوتو وعنا البروفيشنال. اوكي البروفيشنال فيها شاتر ستوك فيها الايزو فيها يعني الاشياء الاساسيه لحتى نحصل على صوره جيده ففينا نستخدمهم ودغري نلتقط الصوره ونفوتها نحولها دغري على اللايت روم. تمام لحفوت على اللايت روم وعرف هيك بشكل سريع على الاشياء اللي حتكون موجوده قدامنا. طيب تنقول هون اول شيء عنا السلكتيف اديت هيدي وعنا الهيلينج براش وعنا الهيلينج براش وعنا هيدي اللي هي الجيومتري هدول كلهم مدفوعين. الدفع هو عباره عن 7500 تقريبا من الشهر فيلي بحب بيطلع له ثلاث اشياء بتنفتح زياده اللي هن السلكتيف الهيلينج براش والجيومتري. الاشياء اللي غير المدفوعه سوري الاشياء المدفوعه حيكون عندهم سلايد واحد يعني ما حكتير علق عليهم بس يعني مشان يلي عنده اياهم يعرف يستخدمون. اوكي طيب السلكتيف هي من اسمها نعمل سلكت لشيء معين وبنزيد اضاءته هو بس هيدا الجزء بس الجزء اللي عاملين له سلكت. في عده اشكال منه في الشيد مثلا هي بيعطي شيد يعني منه فورم وفي الريشة اللي هو بنرسم بالريشة على المنطقة اللي بدنا اياها وبنلعب بس بهذه المنطقة فنحن بس بنعمل سلك للشغلة ونشتغل فيها. تمام بعدين عندنا الهيلينج براش صراحة ما كتير بحبها هون هي قد يعني بتفيد احيانا
إذا أنا بدي شيل مثلاً شغلة كتير صغيرة تنفع ماشي بشي، بس إذا عندكم شيء كتير كبير وهيك عبالكم يطلع بطريقة بروفيشنال ما أفضل هذه طبعاً، أفضل أنه تحاولوا الصورة على الفوتوشوب وبعدين تعدلوها على ذوقكم. طيب عنا الكروب معروفة، البروفايلز هن عبارة عن فلترز مثله مثل حي الله بروغرام تاني، في فلترات الأوتو هي بتعمل أوتو كوركشن للصورة منها لحالها، طبعاً هذا ما بدنا نستخدمه نحن اليوم لأنه نحن جايين نعمل تظبيط مش هو يزبط لنا. عنا اللايت هيدا مكان الأهم فيها الإكبوجر الكونتراست الهايلايت الشادوز الوايت والبلاك اللي هن أساسيات الصورة كلها. طيب بعدين عنا الجزء الأحلى اللي هو الألوان، عنا البي أند دبليو هيدا مختص بالأبيض والأسود، وعنا الميكس. الميكس هو بياخد كل لون لحاله وبتعادلي فيه يعني على حدا، كل لون على حدا، يعني إذا الأحمر بس شوفوا خدوده بس الأحمر، الأورانج نفس الشيء، الأصفر نفس الشيء، تمام؟ أوكي. عنا temperature التنت vibrance والsaturation وبس. أوكي temperature من الشوب للبارد، وعنا هون العكس المجانتا والجرين. هذه الأعداد عندها تقريبا نفس الفعالية تبعت الساتوريشن، تمام؟ هي هي. هلا في الأشياء التفاصيل مثل هذه شو اسمها الطائرة، إيه يعني حنفوت عليهم خلال الشرح. عنا تكستير كنا بنعرف هاي كلاريتي دي هيز الفينيات الأكثر شهرة. طيب هلا في هاي دولة ما حأتطرق لهم أصلاً، في هيدا مدفوع الجيومتري، هيدا إذا في مثلاً هاي الصورة فيها شوية عوجاج أوكي فيكن أنتوا تعدلوها بإيدكن مانوال، وفيكن كل بساطة بحسوا كتير شاطر بهيد الشغلة أنه تحطوا أوتو وتتعدل، تمام؟ فكانت هيك صارت هيك، بس هي إسا بدها يعني هيك أنا شايفة بدها هيك ويوم هيك بدأ، فبيصير هيك هيك، تمام. والمحل الأحلى اللي هو البريزات، كمان هيدا رح ندخل عليه خلال الشرح. طيب خلينا نبلش لكان، هيدا هو البروغرام هيك على السريع، وهلأ نتطرق له أكثر نفوت بتفاصيله أكثر خلال الشرح. طيب نبدأ، بلش. أوكي أول شيء بدي أقول هيك شغلة سريعة، نحن جايين نعدل أوكي، بس التعديل بيجي بعد ما نحن أصلاً ملتقطين صورة كومبوزيشن فيها صح، تخلو من الشوائب، الهدف فيها واضح، الفوكس صح، بعد هيدا كله والصورة بتطلع حلوة وظابطة بننتقل على هيدي المرحلة أوكي. فكمل ما أنه شو اسمه هيدا بدل ما كحلم نعمية، كرمال ما يصير هيك، فلازم تكون الصورة أصلاً هي عندها النقط اللي بتحولها تكون صورة مظبوطة، بعدين بننتقل على التعديل. طيب بس نلتقط الصورة الجيدة اللي نحنا بنحبها، كرمال نحدد المود يلي بدنا نبلش فيه لازم نحدد هدف الصورة. طيب هيدي الصورة مثلاً أنا هيك لما التقطتها حسيتها هيك صورة جداً منعشة، طبيعة وخضار وتقطيف وفراز شو هيك وعم يطيروا، فحبيت بين فيها مود الانتعاش. ممكن حدا لهدف معين بده اياها فينتج، فبس يقول انه انا لا بدي اياها فينتج، فالدغري راسه بيروح على الالوان الترابيه، اللون الاصفر، لون الاورانج، فمن هون ببلش يحدد انا شو بدي. انا بديها من الخمسينيات مثلا، فيها ممكن هدول الالوان الفاقعه، حسب هو شو بده أوكي. فأنا هون حبيت أنه لا جداً تكون منتعشة وهيك كتير طبيعة قوية. طيب فينا نفوت ونبلش نشوف كيف عدلنا هيدي الصورة. طيب يلا لحظات، تمام.
هاي الصورة لما بلشت فيها فتت على اللايت. الإكسبوجر هو كمية الإضاءة بال ولا قلت ما حاشرح هدول الأشياء البسيطة، بس اللي عنده شيء فيه يقول. بالمناسبة بالتشات ما تبين عندي تمام، فلازم صوت حتى أعرف. إكسبوجر فينا نزيد شوي، طيب الكونتراست فينا نقص شوي، سوري أوكي. الهايلايت هي مليان هايلايت، فينا شوي نضعفها خصوصا نشوف الباك جراوند هي عبارة عن هايلايت كلها بيضة أصلا، ففينا شوي الشادوز فينا شوي نقللها. الوايتس لا بدنا نقلل الوايتس، البلاكس خليها مثل ما هي. طيب هيك بكون خلصنا الإضاءة. بعدين نفوت على الألوان. على الألوان بفوت أول شيء طبعا ما بديها أبيض وأسود، بدي إياها ملونة، ففوت على الميكس. الميكس إنها بتاخد كل لون على حدة، كل لون لا على بمفرد سوري. كلهم بمفرده، فبنبلش بالأحمر مثلا. لاحظوا الفريزات ولاحظوا لون التيابي، ما فيني إجي حطها على الأورانج وأنا بدي إياها فريش، ولا أنا بدي إياها هيك الفاكهة الطازجة اللي طايرة وما أدري إيه، لأنه هيك مبين فريز معفنة يعني. فلازم أخذها على الأحمر، فيني زيد شوي ساتوريشن، هي فينا نتركها لأنه أوريدي كثير بيضة وراها. فوت على الأورانج نزيد شوي، نخفف شوي الأصفر. الأصفر هو يعني تقريباً 40% من اللون الأخضر، ف بس ما أخذ لحظة تياخد يبقى أكتر شيء عم يظهر على التربة، فأنا هيك بدي إياها تربة بنية هيك صالحة للزراعة. أوكي بعدين فوت على الأخضر. طيب الأخضر أنا بدي إياه فريش، فأنا مستحيل أروح أعمله هيك أصفر، لأنه أنا قلت أنه بدي المود المود انتعاش. أوكي فما فيني أخده على الأصفر. خريطتي بتقول يلي أنا هيك حطها براسي أنه لا أنا بدي إياه منعش. أوكي لما نوصل لهون الأخضر صار هيك شوي نوري اوكي، مثل ابو هيدا الاعلان تبع ابو عبدو للخضار كثير الاخضر فاقع عنده، فمنروح على الساتوريشن ومنوصى شوي. اوكي اذا بتلاحظوا اللي لبسته منه احمر ولا اورانج، صار هيك سمو اوكي، من نفس الدجري تبع الاخضر هيك. اذا قربنا يعني لا الاخضر اخضر ولا الاحمر احمر، هني هيك بدجري بدرجات بعضهم، وهذا شيء جيد. ف بدكم تلعبوا لهيدا تتوصلوا على الدجري المتشابهة بالصورة ذاتها يعني. أوكي وفينا هون نغمق شوي هيك تمام. فوت على الأزرق اللي هو لون الشيل، فينا شوي نعدله تمام. ها هي بعدين بنفوت على الإفكتس، وفينا ما بدنا لا كلاريتي ولا بدنا تكستور، بدنا شوية فينيات تعطي بعد شوي للصورة، شوية فينيات ما هيك لا هيك تمام، بس فينا نقص شوي عادي هيك تمام. هي هي ففينا نشوف before وهي after، هي before وهي ده after تمام. بس خلينا نشوف الشات تمام. نكمل. هاي النقطة الأولى عملناها اللي هي تحديد المود. أول شيء بنعمله عبر نحدد هدف الصورة، فنحن حددنا هدف الصورة، نحن شو بدنا من وراء الصورة، فهذا الشيء كتير ساعدنا على أنه نعرف كيف بدنا نعمل ألوان هاي الصورة تمام. فخلصنا هذه النقطة. النقطة الثانية حافظ على جوهر اللون الأصلي خصوصاً في صور الطعام. طيب كتير من المبتدئين لما يبلشوا
بيضلقوا بيضلقوا بالوان ضلق اخضر اخضر على الاخر احمر احمر على الاخر. ماني عم اتمسخر كنا يعني مرقنا بهالهيدا بس يعني كرمال شو نقطع هيدي الطريق دغري دمع حدا يمرق فيها. اوكي ما تمرقوا فيها جماعه. اوكي فبيروح يعني حرفيا كثير بشوف هيك صور لما اول ما يكون عم يبلشوا يتعلموا باللايت روم بيطلع معهم هيك نتيجه تمام وبعدين بينزلها وبيكتب هاشتاج لايت روم ولايت روم بينتحر. طيب فما بدنا نعمل هيدا الشيء. اما بالنسبه للطعام فلازم نحافظ على جوهر اللون لانه طعم. طيب فما بيصير خلينا نفوت على الصوره هيدي. تمام هيدي الصوره عنا هذا نعدلها هي ما زال وصلنا شوفوا مثلا هون القنينه في خليني ارجيكم في هون هيك شحطه سوداء هيدا لانه انا كنت حاطه فوم بورد فوق فوم بورد فمبين الفراغ اللي هو الاسود. اوكي فهيدا شيء ما بدي اياه فراح اعمل التالي اني فوت على الهيلينج برش اوكي وارسم فوق هيدا الشيء مثلا بدي هيدا المقطع هلا بعده ما راح على الاخر ففيني مثلا فوت على السلكتيف انا فوت على السلكتيف اوكي فوت على السلكتيف جبت الدويرة ورسمت الدويرة بهيدا الشكل صغيرة نتفة وزدت اللايت نتفة تمام ففينا نشوف الـ before and after تبعها هي before وهي after before after. طيب بالنسبة لألوان الصورة فينا نفوت على light صغيرة قصة exposure بنزيده شوي تمام عم حاول تكون هيك بيضة باستيلية اوكي بحب هيدا المود انا تمام بعدين نفوت على الاحمر ما فينا نعمل هيك ونقول انه هي صورة طعم ولا حدا حيشتهي ولا حدا حيحب الشيء اللي انت مصوره فلازم دائما نحافظ على جوهر اللون ممكن نقويه اكيد ممكن نقويه بس ما فينا نغيره. طيب لاحظوا اللي منش رح تعمل هلا شوف الاضاءه اللي على الفريز اوكي فنحن بدنا اياها شوي هيك ما اكثر من هيك. طيب نفس الشيء بالنسبه للاورانج على لون الكريب مليان البانكيك مليان اورانج ففينا نخليه هيك مستويه يعني ما اكثر نزيد شوي نقص شوي هيك. فوت على الاصفر كمان مليان اصفر. انتوا مثلا انتوا بتقولوا ليكو حلو طالع حل الورقه تبعت الفريز بس انتوا عم تعادلوا نفس الوقت على اللون تبع البانكيك فما بيصير لازم تعتدلوا بيناتهم. مثلا شوفوا صار في اخضر بالبانكيك هذا الشيء ما بدنا اياه اكيد فبتخففوا هذا الشيء. تمام بعدين نفوت على الاخضر ما في اخضر بالصوره الا الهيدا الورقة تبعت الفريز اوكي ففينا نزيدها هيك تطلع شوي فريش اكثر ونغمقها شوي. اوكي هلا انا خلصت عملت هيك قلت ليك الايد كيف كثير ضو علي تقريبا محروقه حرق فكيف تتعدلي الايد. لاحظوا هيك لما يصير الابيض ميل على اصفر فهيدي منطقه محروقه فاللي حنعمله هو الاتي بنفوت على Selective Edit منجيب الدائرة مثلا فوت على اللايت ومنخفف من الإكسبوجر قلنا أنه الإكسبوجر هو كمية الضوء بقلب الصورة فنحن حنخففه لأنه هاي المنطقة بقلبها كثير ضوء تمام فينا نفوت على الكونتراست ونخفف النتفة هايلايت اكيد بده تخفيف شادو كمان نتفه هيدا تمام هيدا هو ف بيفور افتر بيفور افتر لاحظوا لون الفريز لاحظوا بيفور افتر لون الفريز شوي قوي على فكره فينا نخفف نتفه
خفف الساتوريشن. تمام هيك صار طبيعي أكتر بحس. هذه هي. طيب النقطة الثالثة أو فينا نستنتج يعني هون هيك استنتاج على الهامش. الصورة الحلوة بتبلش لما نحن نعرف أي متى بدنا نزيد وأي متى بدنا ننقص. أوكي ما فينا نزيد كل شيء والصورة تطلع جميلة. هو من اسمه تعديل فلازم يكون معادلين بين الزائد وبين الناقص لحتى يطلع هذا المتوسط اللي نحن بدنا إياه. أوكي طيب النقطة الثالثة اللي بدي أحكي فيها كانت عن خلق الدراما. هي النقطة الأحلى. على سيرة الخلق خلق الدراما بآخر السيشن إن شاء الله ما أنسى هيك في كادو صغير لكل حدا معنا على السيشن هيك نتشكروا على أنه وقف وسمعنا وهيك فولا حدا يروح أوكي ولا أنه حدا يروح هلأ يرجع بعدين مكشوف ترى خلق الدراما. أو خليني نشوف. أوكي بهيدي الصورة الشهيرة بتشوفوا في ضوء وراي. أنا حبيت حط هذا الضوء لأني بالطبيعة وعبالي هذا المود العصري قصدي يعني وقت العصر وهيك حتى ممكن بين فجري كمان على فكرة كمان بينفع وهذا البعد الموجود بالصورة فكان عبالي يكون في إضاءة بالصورة. فخلينا نشوف كيف عملناه. فينا نقول أنه أنا بسميه أنه هذا إفيه الدراما كتير بيعمل هيك إحساس شعور جميل بالصورة. طيب فعملته عبر السلكتيف أديت. خليني نفوت على اللي أنا عملته أصلا بس لحظات تفتح. طيب أنا حطيت نقطة 2-3 فقط لغير هون وهون حتى جبت سيلكتيف عملت دويرة عادي طبيعية. ألو أوكي وبس بعد ما حطيتها هون للدويرة فتت على اللايت من هون وزدت الإكسبوجر وكله صفرته ما حطيته ولا شيء بس الإكسبوجر زدته. بعد ما زدت الإكسبوجر يعني صار عندنا الإضاءة يعني أنا زدت الإضاءة بهيدي المنطقة فقط اللي أنا حددتها ننتقل على الألوان وكله يعني temperature والtint والsaturation كله تركته 0-0-0 بس قربت على الكولورز وحطيتها ميلي على الأورانج هيك تعطي مود الشمس وبس وحطيته هون وهون وهون. هو ذاته إذا أنتوا عملتوا ضغطة مطولة على هيدا السلكت بيطلع هيدي الخانة تفقسوا دوبليكيت بعدين جيت عليته هيك وحطيته على هيدا الجنب. هلا هو في واحد أوريدي فان وهيدا مقصود المهم بس هيدا هو بس هو ذاته هيدا تمام وطلع معنا هيدا الإفة عمل شيء جدا جميل بالصورة. ألو لايكو before after هيدا هو كل يلي عملته. نفس الشيء بالنسبة لهيدي الصورة مثلا. هلا أنا يعني عم حاول أعطيكم أنه بالسلكتيف أديت شو ممكن نخترع فيها. هي مش بس أنه نحن نحط ضوء أو نحن نعلم بس شيء، لا أنتم ممكن تروحوا أبعد وتعملوا منها كتير أشياء تفيدكم بالدراما تبعيت صورتكم. فبهذه الصورة مثلا أنا حسيت أنه هيك حقل ورياح وهيك أنا بعيش شوي يعني وسلة وأبوعة خصوصا أنه نص الصورة تقريبا هي عبارة هيك عن حشيش فريش. فكان عبالي زيد كم شغلة فاللي فينا نعمله كمان فتت على السلكتيف. هلا نحن بخانة السلكتيف أوكي عم أعطي عدة اكزامبلات عنه. فتت على الدائرة نعمل زوم شوي سوري نعمل أول شيء شوي زوم أوكي فتت على السلكتيف أخذت الدائرة عملت دائرة صغرتها تمام فتت على اللايت كبرته
عفوا زدت الاكسبوجر. اوكي بعدين فتت على الالوان زدت شويه تمبريتشر تيصير اللون من لون الحشيش. فانا كان مقصدي انه انا بدي هيك اعمل كم حشيش هيك طايره. فبس بترجع بتضغطوا هيك ضغطه مطوله على هذا السلكت وبيطلع لكم هالخانه دوبليكيت تشيلوا. ممكن تعملوها بالاتجاه الثاني مثلا. اوكي تمام. انا كنت حاطه عدد وحده حاطه كنت حاطه هون هيك بالهواء يعني. فبس هي كانت عده وحده من هدول الاشياء. هلا اني يمكن ما كتير شايفينهم او ما حاسينهم انه عندهم اهميتهم، بس عن جد هدول التفاصيل بيعملوا هيك كتير روح للصوره. ونفس الشيء بالنسبه للدرس اعطيته مره وين هيدا اذا بتتذكروا على انستغرام في افوت هون بتلاقوه هيدا شرحه يعني هيك مطولا كيف عملنا الإضاءة. كمان استخدمت وقتها السلكتيف اديت. تمام خلصنا من هذه النقطة. بالنسبة ل وين هلأ وين صرنا؟ أوكي هون من شوي لما كنت عم أعدل لا لما كنت عم أعدل هذه الصورة لحظات بتفتح. أوكي فتت على الأخضر وقللت الساتوريشن فيه. أوكي فلما نقلل الساتوريشن نحن بنكون عم نسحب اللون أو نحن عم نخفف هيدا اللون من الصورة. هالعملية اسمها عملية حرق اللون. أوكي اللي هو أنكم تسحبوه من الصورة يبطل موجود، تقريبا بطل موجود الأخضر. وهيدا الشيء إله جماليته، وبحس أنه هيدا هو سر اللايت روم كله. اللي هو في عالم صار عنده هيدا المود، مود الحرق مثلا. اكيد الايد والزلمه ما كانت هيك، وهيدا الشراب كمان هيدي شو جوز هند يمكن كمان لونه مش هيك، هي بيضه تقريبا. بس لما حرقها مع اللون الازرق اللي ورا عملت هيك كونتراست كتير حلو، وكتير الالوان هيك جميله رغم انها محروقه. فالحرق بحد ذاته شيء جميل بالحياة، فجربوه وهيك وعطوه الحياة للون. بدل ما تزيدوا ساتوريشن رجعوا لورا وشوفوا شو بيعطي، دائما بيعطي شيء جميل. طيب نفس الشيء بالنسبة لهي الصورة. النخلة أكيد مش لونها بني ولا الزلمة هيدا ولا الحشائش هول، بس حرقهم كلهم وأول الأزرق صار فيه كونتراست وعطى مود جميل. نفس الشيء بالنسبة لهون لاحظوا لون العشب الموجود هذا محروق. عملوا أبدا نفس الحركة اللي عملتها من شوي اللي هو أنه قللوا الساتوريشن اللون الأخضر فطلع عندهم هذه النتيجة. كتير طبع مع الأبيض عمل كونتراست كتير جميل مع شوية أورانج محطوط بالصورة وشوية بني، الصورة كتير حلوة. بحب هذا المود أنا. تمام مش شغلة. أوكي هون لح أعطي كم خطوة قادرين نعملها على السريع باللايت روم من دون ما نقعد ساعة ونعدل بالصورة. مثلا إذا نحن ماشيين بالطريق والتقطنا صورة جميلة أوكي إذا نحن كنا بالطريق والتقطنا صورة حلوة فما فينا نضلنا ساعة واقفين بس عم نعدل الصورة. فحأعطي كم شغلة بنعملوا على السريع ونتائجهم إن شاء الله بتكون جميلة. صوت على اللايتروم. طيب مثلا هيدي الصورة. اوكي اللي حاستخدمه هو تول مجانية موجودة باللايت يمكن لا بالالوان. اوكي هيدي اللي قلت لكم عنها الطايره. اوكي هيدي الطايره تستخدم يعني غالبا بالمونوكروم، بالصوره اللي بتبقى مونوكروم يعني بيبقى في لون اللي هو غالب على الصوره. اللون الغالب على الصوره هو اللون الابيض. اوكي فهيدا الشيء هيك بتعمل حركه سريعه جميله وما بدها كتير شغل. فبس بتجيبوا هالقطيرة وبتحددوا هلا انا اللون الابيض هون، ممكن يكون حيلا لون غيره، هلا بهي الصورة عنا الابيض، ممكن تحددوا حيلا لحظة شو، اوكي، بتحددوا أكثر نقطة ساطعة بهيدا بهيدي الصورة.
بس انا بشوف انه هذه اكثر نقطه ساطعه بهي الصوره. وخليني اشوف هون. لا اوكي هيك بس تمام. ممكن نفوت ونزيد شوي الاكسبوجر ما اكثر. تمام ها هي. شوفوا البيفور شوف الافتر. بيفور افتر هيدي شغلتها لهيدي التول سريعه وهيك لطيفه بحبها انا. اوكي هلا عم انتبه انه بتطلع حلوه هيك لو من الكروب مثلا بلا ما ببين الاسود بس هيك ابيض نقطه زرقاء بالنص جميل. المهم ببقى بظبطها بنزلكم اياها. طيب شو كمان كان فيه؟ اوكي في التون كيرف اللي هي هيدي. نقول عنها هي الصورة اوكي موجودة هون باللايت لايك هيدي. فوتوا عليا هلا. هي هيك شكلها شوي بروفيشنال هلا هالتول بس هي ما انا بروفيشنال عادية وسهلة. طيب اني حاطينها تحت اذا بتلاحظوا ثلاث الوان اللي هو الاحمر الاخضر والازرق هدول هن الار جي بي. طيب حيلا صورة بتشوفوها قدامكم على سكرين الوانها هن ار جي بي اللي هن ريد جرين وبلو. هدول هن الالوان اللي تتالف من لون الصورة الديجيتال تمام. فهني هون مقصلين كل لون على حدا كل لون لحاله. مثلا اخذنا اللون الاحمر نحن اوكي اذا طلعتوه لفوق بيزيد الاحمر نزلتوه لتحت بيحط اللون المضاد اللي هو الاخضر احمر اخضر تمام ما اكثر. الاخضر مثلا كمان اذا طلع لفوق بيزيد الاخضر بيجي الماجنتا تقريبا اذا نزلتوه لتحت مثلا. بعدين الأزرق كمان. شوف أنا هيتون ما بحبها على فكرة بس يعني لازم بركن حدا حبها في عالم كتير شاطرة فيها على فكرة وما بستخدم غيرها أصلا بس أنا هيك مني كتير رفقة معها مثلا. دن أوكي بيفور أفتر هيدي كمان من ضمن التولز السريعة. طيب هلا قد تكون اخذت شويه وقت زياده بس انا قصدي بمعنى سريعه انه منك محتاجه تستخدمي شيء تاني خلص بس بتستخدمي هيدي. انا ليه عم احكي بنات بس بتستخدم هيدي اوكي وبتحصل على لون وفلتر وكله جاهز. هاي النقطه الثانيه. النقطه الثالثه هي النقطه الاحلى يعني تنقول هيدي الصوره. عندنا شيء هون قلت لكم بحكي عليه بعدين اوكي اوب سوري بس هتفتح الصورة اوكي. يا عمري مين او ماي جاد. طيب في هون البريزتس هيدون البريزتس. خلينا نشرح شوي عن البريزتس. البريزتس هن هيك احلى شيء بالحياة. هدول البريزات هدول انا عملتهم لا هدول اللي انا عملتهم اوكي. فمسميتهم هيك اسامي يعني انا من راسي لانه انا صنعتهم يعني مثل مود انا صنعته. ففي حال انا عندي عده صور بياخذوا نفس المود هذا الشيء كتير بيسهل عليكم لانه كل مره تفوتوا وترجعوا تعملوا نفس الاشياء اللي عملتوها إضاءة وتزبطوا الألوان وتعدلوها فهذا شيء جاهز بيكون خاص فيكم وفيكم حتى تجيبون جاهزين. فأنا هون عندي saved presets هدول أنا جايبتهم جاهزين ممكن تشترون ممكن مصورين يتحننوا يحطوا لنا كم presets هني عاملينهم إيه presets فيه منهم غالي على فكرة ممكن يوصل $100 في إشياء كثير رخيصة 0.1 شيء يعني تشترون بالجملة. فيعني حسب ممكن انتم تصنعوها اللي هي الشيء الاحلى يعني. هاجيكم هون اكزامبل عن البريزت في حدا ما كثير متحط معه شوفوا لاحظوا كيف خليني نجيب السهم هيدا لاحظوا كيف هدول الصور كثير مثل بعض لانه هن نفس الاضاءه
نفس المود أو مش بس الإضاءة، يعني إضاءة كتير متقاربة بس هيك معدل فيها نتفة بس نفس المود، فمستخدمين نفس البريزات. أوكي، فكتير حلو البريزات لما عندكم سلسلة صور مع بعضها تستخدموا بريزات، هاي خلص فأس واحدة تخلصوا. هي حتى ممكن تنشروا البريزات تبعكم. هلأ جايين بهذا الموضوع. هدول الأشياء اللي ممكن ينعملوا على السريع. بالإضافة آخر شغلة، فيكم تستخدموا الفلتر بهالبساطة. في فلترات، هلأ مش موضوعنا الفلترات اليوم، فلترات ما هو شيء بروفيشنال يعني إذا كنت تستخدمون، بس نحن اليوم عم نحكي على الفلتر الخاص فيك أنت اللي أنت تصنعه، فهيك بيكون فخر أكثر. أوكي، شو كمان؟ أوكي، النقطة الأخيرة اللي بنحكي عنها اللي هي هيك نقطة جميلة، كيف ممكن نطور بشغلة التعديل ومن مجرد تعديل صورة إلى اكتساب مال؟ كيف ممكن نطلع مصاري من تعديل الصورة؟ أول شيء مثل ما كنت عم أحكي من شوي أنه فيكن تعدلوا البريزات، تعملوا بريزات أوكي وبتبيعون. كيف هلا من شوي قلت لكم أن فيكن تشتروا أوكي، فأكيد فيكن تبيعوا، فبتصنعوا البريزات الخاص فيكن. لايتروم عندها اسمها الخاص، يعني فيكن تشتروا بريزات من المصورين، فإذا أنتم كتير طورتوا بالشغلة فيكن تبلشوا تبيعوا البريزات تبعكن. ممكن كتير يوصل للمية دولار وإسا أكثر من 100 دولار، وممكن يعني حسب أنتم شطارتكم بتسعروا. وشو كمان؟ شو كمان يا هزار؟ بس هيك فيكن طلعوا مصاري بالبريزات، هي نقطة. فيكن كمان تطلعوا مصاري إذا أنتوا كتير صرتوا بروفيشنال بالشغلة. في شركات، يعني شركات التصوير المحترمة أو حتى شركات الإعلان على فكرة، عندهم عالم مختصة بالتعديل، ففيكن تصيروا معدلين عندهم. هلا نحن هون عنا 3-in-1، يعني اللي بيصور وبيعدل وبيظبط وبيعمل كل شيء، بس بالشركات التصوير المحترمة في حدا بس مختص بالتعديل. هي النقطة الثانية. النقطة الثالثة كمان فيك تكون فريلانسر، تنزل تعديلك على حطيت هون كم موقع موجودين. في عنا مثلا نجيب القلم. اوكي، في عنا البيهانس هو موقع، اذا اللي ما بيعرفوا تعريف على السريع، هو موقع ويب سايت اسمه بيهانس، بيقدم كيف بيقدم لا ما بيقدم هو شيء للفنانين بشكل عام، هندسة داخلية، تصوير، أنيميشن، جرافيك، كل هول الاختصاصات بيجتمعوا بهيدا الويب سايت، وكل شخص بينزل أعماله عنده بيصير العمل على شكل بورتفوليو. أوكي، كتير بيستقصدوا العالم أو أصحاب الشركات أو المستهلكين هيدا الويب سايت تيلاقوا عالم هيك كفو، أو عالم أو يعني يلاقوا الشيء اللي بالدنيا تمام فنياً، الأشياء الفنية اللي قلتها من قبل شوي. فهيدا الويب سايت كتير غني اسمه بيهانس، فحلو كتير أنكم تنزلوا صور حتى لو ما بدكم تصوروا، لو بس بدكم تعدلوا أنتوا قادرين تعملوا كولابوريشن مع مصورين تانيين، فهني بيصوروا أنتوا بتعدلوا، وهيك بتصير في شراكة، فيكم تعملوا شراكة بهيدا الويب سايت، بتقولوا أنه اشترك بالعمل فلان وفلان وفلان، فهيدا شيء جميل كمان. الكل بيشهر الكل. وفيكم كمان عبر هيدا الويب سايت اسمه شو 500 بيكسل، هو ويب سايت مختص لبيع الصور، بس ببيع، ما بعرف اذا في فري، لا ما في فري عنده. اوكي، كتير جميل وكتير بروفيشنال. هلا في كتير غيرهم هدول اللي عم اقول عنهم، بس هدول بحسهم الاشهر وهيك مرتبين. وفي يعني واحد مواقع التواصل هو انستغرام، جدا بيهتم بالمحتوى البصري، فهيدي نقطه مهمه انكم تستخدموه. وشو كمان؟ وبس يعني كمان انه منصه فور فري، فهيدا شيء مثلا هيدا 500 بيكسل اللي هو بكون تدفع مصاري اذا ممكن تنزل صوره، اظن يعني شيء بسيط بس انا بيطلع لكم ارباح منه، كل حدا بيشتريها وهيك. اوكي، بس انستغرام انه عندنا شيء ببلاش بين ايدينا، فحلو انه نستغله. ايه، وتعديل الصورة انه بيكلف، يعني اللي اذا انت صرت حدا بروفيشنال وحدا بده تعدله صورة تاخد قد ما بعرف قد ايه تحديدا، بس انه منيح تاخده منيح على الصورة الوحدة، هذا
هذه هي. فعرض أعمالك على هدول المواقع مشان فيك تبلش تطلع من المصاري. أهم شيء، أهم شيء بعد كل شيء قلته، التغذية البصرية الجميعة أهم شيء، أكون تغذوا بصركم. لو ضليتني عم أشرح من اليوم لبكرة أو أعطي إكزامبلات أو لو شو ما حكيت شو ما عملت، مثل التغذية البصرية ما في. الشيء اللي نحن عم نشتغل عليه هلأ هو شيء بصري بحت، فقد ما بصركم هيك بتغذوه وبتجمعوا اشياء حلوة. في كتير فنانين عرب وفي كتير فنانين أجانب بي قصدي يعني بي اشياء تعديلية يعني، فيكم تتابعون كتير شطورين كتير بتستفيدوا منه حتى لو ما كتير ركزتوا معهم. بكفي انه لما عم تعملوا سكرول على انستغرام عم يطلع قدامكم صور كتير جميلة، عينكم بتصير بتقرأ الصورة الحلوة من الصورة البشعة، بتعرفوا تنقدوا ممكن لو حتى ما بتعرفوا كتير يعني خلاص صرتوا بتعرفوا هيدي حلو هيدا بشع هيدا هيد، أو بتعرفوا الغلط على قليلة وهكذا. فقد ما فيكم أنكم تمرنوا بصركم بيكون جيد. هيدا اللي عندي، نرجع لكم إذا حدا عنده شي سؤال. هزار هزار الله يعطيك ألف ألف عافية، شو هالكونتنت الجميل. يعني أنا بعرف أنه لسه في كتير تفاصيل وإخبار ويمكن كان بديك كتير وقت، فجربتي قد ما فيك تختصري لنا باختصار شديد يعني. هيدي هي هيدي هي، فعن جد الله يعطيك ألف عافية. أهلا قلتكن طبعاً وما حنختم يعني، بعدنا مكملين هلأ شوي للدقائق الأخيرة. وطبعاً الكل حابب يعرف شو هي الجفت يلي حابة تقدميها للموجودين. لا حنتركها شوي لبعدين. لبعدين خلص لبعدين يلا بعدين هلأ بعد دقيقة دقيقتين ما أكتر من هيك. أنا بس بدي أتشكر يلي معنا اليوم مثل كل يوم، رح أتشكر يلي انضموا لألنا جديد، وطبعاً يلي هني كل يوم بيحضروا معنا، بس ليلي انضموا جديد حأرجع ودي الريجستريشن فورم اللي بعد ما عبيها أبداً بليز عبوها. هلأ هيدي السيشن نحن عم نعملها ريكوردينج، ففيكن ترجعوا تحصلوا عليها وتحضروها عن جديد، ويمكن تصيروا تقدروا تطبقوا مباشرة مع هزار، لأنه هلأ يمكن سريعاً ما كلياتنا عرفنا كيف نطبق بشكل سريع. فهيدي شغلة. شغلة تاني كمان تنقدر نخبركم كل يوم شو عنا إيفانت، ورح ودي كمان السوشيال ميديا لليزر تتشوفونا شو منعمل ونشاطاتنا وتعرفوا كل يوم مين عنا بكل ميت أب. وكمان رح ودي السوشيال ميديا لهزار، ففيكم تفوتوا وتتابعوها وتشوفوا صورها الجميلة. أوكي يلا هلأ حودي الفورم، ففيكم تفوتوا لعند هزار تتابعوها وتشوفوا تقريبا بشكل يومي صورها الجميلة وتعديلاتها الجميلة. فأنا هلأ رح استقبل إذا في أسئلة. كان في سؤال من نانو عم بيقلك أول موقع شو اسمه، إذا بتقدر تكتبي لنا إياه بالتشات. يليك عليكم. لحظات طبعا، واللي عندهم أسئلة فيكم تسألونا بالتشات أو بالصوت، فأخذوا رياحتكم. هذا الويب سايت اسمه بيهانس. أوكي. هزار أنا عندي سؤال، أنت على بروفايلك على الإنستا كل الصور يلي بتنزليهم هن تعديل باللايت روم أو بتستخدمي كمان أبليكيشنز تانيين؟ لا مبدئيا بس اللايت روم. ممكن التنظيف مثل ما حكيت من شوي أنه بستخدم الفوتوشوب للأشياء التنظيفية، لأنه اللايت روم أو ما عندي حالياً على اللابتوب، عندي الفوتوشوب، فاللايت روم للتليفون عم استخدمه. إيه كل الصور هي معمولة على لايت روم فقط لا غير. أوكي جريت. مين عنده أي سؤال استفسار مشاركة؟ هل حدا مثلاً مجرب قبل اللايت روم طالع معه نتائج حلوة؟ شاركونا إذا عندكم أي شيء. طيب بهالوقت بتخبرينا لكان هزار شو هي الجفت؟ بركي حدا عم يكتب لنا شيء بالتشات. أنا عندي سؤال. رنيم قولي. نانو بتقول هو خاص فقط صح؟ شو هو اللايت روم هو خاص فقط صح؟ لا ولا حدا. أنت إذا بدك تنشري فيك تنشري، بس هو ولا حدا بيشوف.
يعني مثل جاليري لإلك. أوكي بس إذا بدك تنشري فيك تنشري. أكيد بيختلف حجم الصورة. أول شيء على التليفون فيك تنزلي يعني على اللابتوب غير على التليفون. إذا بدك إذا بتستخدم مثلاً رو ولا بدك الريزولوشن كتير عالية بدها تنطبع على إعلان أو أنت بدك إياها جداً الدقة تبعتها عالية، فيفضل أنه على اللابتوب لأنه التليفون ما كتير بيدعم الهاي ريزولوشن بس مش مثل اللابتوب طبعاً. صفية I love you. وصلني سؤال بظن وصلني برايفتلي بظن قصدهم يسألوكي إليك أنت ممكن تعملي دورة عن طريقة التصوير يعني كيف منرتب الأغراض ومنحطهم تطلع معنا صورة حلوة، فهذا هيك سؤال على جنب. ممكن ما هلا ما في شيء براسي هيك شيء صراحة أنه شيء قريبا ما في شيء قريبا بس ممكن يكون في شيء لا أدري بس حاليا ما في شيء. وفي كمان سؤال من نورة عم تسأل هزار إذا ممكن يكون في ملخص للقاء اليوم لأنه الكونتنت كان كتير مهم. إيه ملخص إيه. طيب أكيد أكيد في يكون في ملخص إن شاء الله. لكن إن شاء ملخص منعرضه كمان. أوكي كتير منيح. لكن أنا بتجهزي لنا إياه وأنا بصير قادرة ودي لكل يلي موجودين هلأ معنا اليوم. صحيح رنيم فينا أنت ما بدك نتعاون ونعمل. أوكي في سؤال من هبة ليش أوقات الصور بتكون بريزولوشن منيحة على التليفون بس لما نعمل أبلود على الإنستغرام بتصير لو ريزولوشن؟ كل الأبليكيشنز إنستغرام واتساب فيسبوك ما فينا الريزولوشن منها لحالة طوطة كرمال هيك نحن قد ما فينا أوه ماي جاد كرمال هيك كرمال نحن شو كنت عم أحكي إيه قد ما فينا نشتغل على دقة الصورة قبل ما ننزلها بيكون جيد. أوكي كمان يعني انتبهوا على شغلة في أبليكيشنز بس تنزلوا عليها الصورة يعني دغري بتلاحظوا قديش فرقت الصورة. فاللايت روم لا بحسه بيحافظ شوي على الصورة اللي أنا بنزلها على السوشيال ميديا مش طباعة أو إعلان أو شيء. إيه بحسه أبليكيشن جيد بهالنقطة. إن الأبس لي ما فهمت حدا على فيسبوك سأل شو هن الأبس لي قلت هلأ اللايت روم أنا شخصيا مستخدم اللايت روم. شوفي اشياء تانية في واحد كمان جدا شهير اسمه وقت ماني مجربته اسمه سناب سيد جدا شهير هاي دولة. اوكي وفي سؤال من سمر بتقلك حست اللايت روم قريب على البيكسارت؟ ما استخدمت البيكسارت. اوكي اوكي سليمان ليه بطل لك قلب بالعكس لازم تغلق حتى هيدا حتى تبلش شو هالإيجابية. المهم إيه لا لازم تبلش إيه وعادي لو هيك أنت ضعيفة وهيك على الهامش لو حدا عنده سؤال على جنب أو على الدايركت ترى عادي بستقبل أسئلة وبجاوب عنهم كلهم أو حدا بده مساعدة بشغل معينة مش عارفة كمان أنا دائما جاهزة. أوكي لكن ما بعرف إذا بعد حدا عن إكسبوجر بشير كان عم يسأل إذا حدا سأل شو معناتها الإكسبوجر هو كمية الإضاءة داخل الصورة. أوكي فلما نقول إكسبوجر عالي فالإضاءة كتير عالية لما نقول إكسبوجر واطي فالإضاءة واطي أو شو قلت أنا إيه إذا إيه الإكسبوجر كمية الإضاءة بقلب الصورة. أوكي بظن بشير عم يتابعنا إذا في أي أسئلة على الفيسبوك. أوكي يوسف ما كان معي خبر على فكرة بس هي يمكن هيك قصة راحة كثير عالم بيقولوا لي استخدم سناب سيد كثير جميل كثير حتحبيه بس هيك الواحد بيرتاح بحسب هو شو بيرتاح انا مرتاحة باللايت روم. اوكي كان في مداخلة من إيلاف عم بيقول او تقول ما بعرف عندي جواب ليش إيلاف تقول بتقلنا عندها جواب ليش الصور بتطلع مش منيحة ما بعرف هوني على أي بارت قصدها كأنه قصدها على لما منزلهم انستا أو شيء فإذا عندك أي مداخلة قولي لنا.
تفضلي إلاف. إلاف بالمناسبة بنت خالتي، فهي مصورة أصلاً. أوكي. فبلشي. تفضلي إلاف. هلو، سامعين صوتي؟ إيه سامعينك إلاف، تفضلي. إلاف سعودية باي ذا واي. أوكي يلا كملي. أهلا وسهلا. أهلين. الصور بتطلع على الانستغرام الريزولوشن يكون تبعها واطي، لأنه صور الانستغرام هي الانستغرام عنده أحجام معينة للصور، يعني الحجم المربع حقه 1080 بيكسلز. فإذا أنتوا حطيتوا للصور الحجم حقها أقل من 1080 بيكسلز، الصور حتطلع مكسرة، حتطلع بيكسليتد، يعني ما حتبان كويسة. وإذا كانت حجمها أكبر من 1080 مرة بكثير، برضو حتطلع مكسرة، البيكسليتد حيكون حقها واطي. فإحنا نحاول قد ما نقدر أنه ننتبه على ده الشيء، بس ما أتوقع الواحد حينتبه عليه مدام هو مصور بالجوال. إحنا أكثر شيء نعدل هذا الشيء لما نعدل الصورة على الفوتوشوب أو الستريتر، نقدر نحط البيكسل المناسب عشان لما ننزل الصور على إنستغرام تكون بجودة كويسة، وحتى لو نسوي زوم في إنستغرام تكون الجودة برضو كويسة، ما تكون مغبشة. فهذه معلومة. شكراً. شكراً إلاف، شكراً. في كمان من حلا كعكي، طيب كيف اصلا بدي اخذ صوره حلوه لعدلها؟ الصوره اللي اشتغلت عليها كتير ظابطه، شو ممكن؟ اوكي طيب، لكن نحن محتاجين لكورس تصوير. لا عاد عن هيك، كنت عم اقول انه لو انت بس بدك تعدلي وما بدك تصوري، فيك تنزلي صور هاي ريزولوشن من مصورين وتعدليهم وتتعاوني معهم، تحطي اسمهم بعدين اللي بينشروها بيحطوا اسمك وهكذا. يعني حلو الشغلة إذا أنت ما بدك تصوري أو ما عم يطلع معك صور حلوين بس. فإذا هذا الشيء صاير معك فأنت بحاجة بس لصور جميلة تبلشي تعدلي عليها، غير عن هيك بدك دورة التصوير. أوكي. أوكي. آخر بوست اللي نزلته عن الرضا مانو أبليكيشن، أنا عملته على إلستريتر اللي هو شيء مثل فوتوشوب بس هو للفكتر، اسمه إلستريتر بس. أوكي هزار، نحن تقريباً خلص وقتنا. أنا من قلبي بدي أتشكرك، ونحن طبعاً بس خليني أحط الكادو. يلا معلش. يلا ناطرينك طبعاً. اوكي وصلنا هلا لينك بالتشات. اظن قطع الكهرب هلا عند الجميع فما بعرف شو الوضع. اوكي هيدا اللينك بقلبه 2 بريزات شغله عليهم، كنت مسميتهم شوارع فرحه، بس هيك هو شارع شارع باسطنبول، وعدلته بطريقتين بريزات. فيكم تسيفون عندكم تستخدموه بصوركم وبس. اوكي ميرسي كثير يا هزار. يلا اكيد هلا هلا. لكينا نحن صار فينا نختم. هزار الزهر شكرا جزيلا لك، عطيتينا هيك قد ما فيكي من خبرتك بطريقه التعديل بالتصوير، وبشكل مختصر كمان قدر المستطاع نحن كثير بدنا نتشكرك، وطبعا بدنا نتشكر كل يلي كانوا موجودين معنا اليوم. ثانك يو كثير، لانه اغلبكم اصلا صار عم يجي معنا كل يوم، وفي طبعا كل يوم عم يجوا معنا ناس جديد، فاهلا وسهلا بالجميع. انا ما رح احكي اكثر من هيك، تابعونا كل يوم وطبعا تابعوا هزار، وميرسي كثير لكم، يعطيكم الف عافية. هزار اذا عندك اي كلمه اخيره تفضل. شكرا صباح، شكرا على الجلسه الجميله هيدي، شكرا لكل حدا شارك وضلوا للاخير كمان رغم اني كثير حكيت، فعن جد شكرا وبس. يلا ميرسي لكم وباي باي. باي باي.